وبينما يستعد حجاج بيت الله الحرام إلى الوقوف على صعيد عرفات الطاهر يوم غد الموافق للتاسع من ذي الحجة، هناك عدة أعمال مستحبة يقوم بها غير الحاج طلبا للأجر والثواب في هذا اليوم الفضيل. للتعرف على هذه الأعمال ينضم إلينا عبر تقنية الاتصال المرئي الدكتور مراد الجنابي، أستاذ العقيدة والفكر الإسلامي في جامعة العلوم التطبيقية. أهلا بك دكتور مراد في نشرة ثالثة، نشكرك على قبول الدعوة. بداية، ما هو فضل يوم عرفة الطاهر؟ حياكم الله وبياكم، وكل عام وأنتم بألف خير. بارك الله تعالى في مملكة البحرين الحبيبة وقيادتنا الرشيدة وأهلها الطيبين. يوم عرفة يوم عظيم ومشهد كريم وموقف مبارك يتجلى الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين الموحدين المحسنين العابدين، ويشهد ملائكته الكرام بأنه دعاهم وهم وفده، إن سألوه أعطاهم وإن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. أتوه شعثا غبرا من كل فج عميق واصطفاهم لهذا المشهد الكبير. تركوا الأهل والولد والوطن والمال والجاه والمخيط من الملابس ووقفوا طاعة لله تعالى وتحقيقا لمراده ومراد رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. عرف مكانه معلوم في البلد الحرام، وزمانه معلوم في اليوم التاسع من ذي الحجة، وأحكامه الشرعية معلومة وقد بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، وقال: خذوا عني مناسككم. شهدت الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة بفضل يوم عرفة وأهميته وثمراته، وخصه الفقهاء والأصوليون بمزيد أحكام واهتمام ورعاية وعناية، والعشاق لمثل هذا اليوم العظيم كثر. تقبل الله تعالى الحجاج وجعلهم يستغفرون لأنفسهم ولغيرهم من المسلمين، فهم سفراء الأمة، ونحن بشوق نسأل الله تعالى أن يشملنا وإياكم وكل المسلمين بهذا الفضل العظيم. اللهم آمين. دكتور مراد، ما هي الأعمال المستحبة لمضاعفة الأجر في يوم عرفة لغير الحجاج؟ من لم يستطع الوقوف بعرفة فليقف عند حدود الله تعالى الذي عرفه، ومن لم يستطع المبيت بمزدلفة فليبت على طاعة الله تعالى ليقربه ويزلفه، ومن لم يقدر على ذبح هديه في منى فليذبح هواه حتى ينعم ويبلغ به المنى، ومن لم يستطع الوصول إلى البيت الحرام لأنه بعيد فليقصد رب البيت سبحانه وتعالى، فهو أقرب من حبل الوريد. هكذا أقوال العارفين. ولنا، أي نحن ممن لم نوفق بالوصول إلى تلك الرحاب الطاهرة، الخيرات الكثيرة والمبرات العظيمة جاءت بها الآيات القرآنية الكريمة، وجاء بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونشرها الفقهاء رحمة بالأمة وتيسيرا لهم وفتح باب الخيرات أمامهم في مثل هذه الأيام، وخاصة في هذا اليوم العظيم ألا وهو يوم عرفة. المشاركة الروحية بالنيات مع الحجاج. قال النبي الأكرم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فعلينا أن نقوم بالنية بالمشاركة الروحية مع الحجاج في هذا المشهد العظيم. المحافظة على صلاة الجماعة في المساجد وخاصة العشاء والفجر. صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإكثار من تلاوة القرآن الكريم فهو أعظم الأذكار في مثل هذا اليوم العظيم. الانشغال بالتسبيح والتهليل والتحميد والاستغفار لله رب العالمين، والإكثار من التكبيرات فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم
وفعل الصحابة وآل بيت النبوة الكرام وفعل الصالحين من العارفين في هذه الأمة العظيمة. بر الوالدين وصلة الأرحام وتكريم الجار وتكريم الضيف، هذه من الأمور المطلوبة والمستحبة في مثل هذا اليوم العظيم. رعاية الأهل وعناية صالحة بالأولاد واجتماع معهم على مائدة الإفطار يوم التاسع ألا وهو يوم عرفة، فهذا يوم من أيام البر في العوائل والأسر. الإكثار من الصدقة وخاصة صدقة الماء، أعظم صدقة سقي الماء للإنسان وللطير وللدواب. الاستعداد للأضحية، وهذا لعمري من الأمور التي يحدث فيها التكافل الاجتماعي بين المسلمين، الاستعداد لصلاة العيد والخروج بوجه سعيد وملبس جديد لأداء الصلاة في المصليات، والتكبير مع المسلمين تكبيرات العيد المعلومة، وكذلك تبادل التهاني مع المسلمين والدعاء لأهل الوطن وللمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ومراعاة كل هذه الأحكام، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بطاعته بها وأمرنا بطاعة حبيبه صلى الله عليه وسلم. والإكثار من الصلاة والسلام على حضرته صلى الله عليه وسلم فإنها من أعظم القربات، وهي مهبط للرحمات ومصعد للدعوات وقبول للطاعات. أسأل الله أن يحفظ البحرين وأهلها ويبارك بقيادتنا الرشيدة وبهذا الشعب الكريم، ويبارك لكل المسلمين ويحفظ الحجاج والعمار والزوار، ويبارك في بلاد الحرمين الشريفين، ويكرم من أكرم الحجاج والعمار والزوار، إن ربنا على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم آمين. الدكتور مراد الجنابي أستاذ العقيدة والفكر الإسلامي في جامعة العلوم التطبيقية، كنت معنا ضيفا كريما، شكرا جزيلا لك. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك.